جاء في وصف الحور العين أنه يضيء البرق من بين ثناياها إذا ابتسمت، وإن قابلت زوجها فقل ما تشاء عن تقابل الشمس والقمر، وإن ضمها فما ظنك بتعانق الغصنين، يرى وجهه في خدها أصفى من المرآة كأنهن الياقوت والمرجان، وهن خيرات حسان مقصورات في الخيام، يرى بياض ساقها من وراء شحمها ولحمها وعظمها وحللها، وإذا التفتت ظننت الكون مجتمعا في حسنها، ولخمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، كواعب أتراب ترى في أعضائهن ماء الشباب، ولو اطلعت حورية من الحور العين على أهل الدنيا لملأت ما بين السماء والأرض ريحا، ولطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم، ولآمن من على ظهر الأرض بالله الحي القيوم، مبرأة من الولادة والحيض والنفاس، لا يمل طيب وصالها، قد قصرت طرفها على زوجها، فهن قاصرات الطرف لا تطمح لأحد سوى زوجها، فهي معه وهو معها في غاية الأمان، لم يطمثها قبله إنس ولا جان، كلما نظرت إليه ملأت قلبه سرورا، وإذا برزت ملأت القصر والغرفة عليه نورا، حمر الخدود ثغورهن لآلئ، سود العيون فواتر الأجفان، والبرق يبدو حين يبسم ثغرها، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الحور العين لتغنين في الجنة يقول: نحن الحور الحسان، خبئن لأزواج كرام، لو جامعتها في اليوم 1000 مرة لوجدتها بكرا في كل مرة. الله الله الله، وبارك الله فيكم مولانا. الله يبارك فيك.